فالنهارده كيروش نتائجه هي اللي هتعينه، مش اي حاجه تانية. طول ما انت بتكسب وطول ما انت ماشي كويس هتلاقي دعم، طول ما انت نتائجك مش افضل حاجه. وعلى فكره ده حال المدربين في العالم كله يعني. عمرو السولية هيلحق ماتش نيجيريا ولا صعب؟ هو كلامه هو ان هو يعني صعب ماتش نيجيريا، ممكن من المباراه الثانيه، ولكن استصحابه كان ضروري. هو خلي بالك من اكتر اللعيبه اللي كيروش مقتنع بيها في مصر كلها عمرو السولية. يعني هو بيقول لك ان هو واحد من افضل لعيبه، يعني من افضل لعيبه في افريقيا، وهو شايفه هو وجهه نظره افضل لعيب في مصر. افضل لعيب في مصر. كيروش شايف ان عمرو السولية افضل لعيب في مصر. بعيدا طبعا صلاح واللعيبه دي، بس هو شايف ان افضل لعيب في منتخب مصر محمد عمرو السولية. وعايز اقول لك لو اي لعيب تاني اللي كان مصاب بالاصابه دي، اي لعيب تاني غير عمرو السولية، وانا بقول لك معلومه عن مسؤوليتي، اي لعيب كان تاني كان اصيب بالاصابه دي وهو عايز يحسم مصيره من السفر او لا، ما كانش هيسافر اصلا، ما كانش هيسافر. يعني الوحيد اللي كان ممكن طبعا لا قدر الله صلاح مثلا كمان او الشناوي لا قدر الله طبعا. بس تخيل انت ان ممكن المنتخب ده كله اللي كان يبقى عنده الاصابه دي ويسافر، ثلاث لعيبه دول بس، والباقي كله مش مشكله، والباقي كله لو اي حد كان عنده كده يتعود، ومن وجهه نظره يتعود طبعا. اي حد غير صلاح، اي حد غير الشناوي، اي حد غير عمرو السولية يتعود. تريزيجيه هيلعب اول ماتش؟ ممكن يلعب مكان عمرو السولية، 8 يلعب 8. وانا قلت لك حتى المعلومه دي المره اللي فاتت. لا انا بقول لك ان هو على فكره قالها في المؤتمر. قال لك انا ممكن استفيد من تريزيجيه كلاعب خط وسط او طرف، ولكن هو في ظل الغياب بتاع عمرو السولية مش هيعتمد على حد في خط الوسط تاني. يعني هيعتمد على تريزيجيه، هيعتمد طبعا من سرعته وقوته في خط الوسط، وفي نفس الوقت يبقى ابقى برده على مرموش اللي هو برده بيقتنع بيه بشكل كبير، وطبعا اكيد صلاح وعبد الله السعيد ومصطفى محمد. وتريزيجيه معاه النني وحمدي فتحي. النني وحمدي فتحي. النني وحمدي فتحي.